اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه النهارده احنا قررنا نطلع عشان مصر وعشان جمهور النادي الاهلي هو السواد الاعظم من الجماهير المصريه، كل جمهور مصر. يعني هنا ما بنتكلمش على جمهور الاهلي فقط ولكن كل جمهور مصر. الحقيقه الف مبروك مره ثانيه، الف مبروك يا احمد. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك للشعب عشنا المصري كله لحظات صعبه. يعني صعبة خمس ثلاث اربع دقائق بالظبط كانوا صعبين جدا. بس بصراحه روي فيتوريا، لا روي فيتوريا مش يعني بصراحه لا ماشيه، هي ماشيه معانا بالحظ، امهات المصريين والله. والله لكن العظيم لكن روي فيتوريا لا بصراحه ده محتاج وقف. اللي جابه لازم يعني احنا كل الدعم ليه عشان البطوله مستمره، لكن اللي جابه بصراحه لا اي روي فيتوريا يا جماعه، فضل معاند طول البطوله. مروان عطيه ما بيبداش اساسي، ادي مروان عطيه افضل لاعب في الملعب هو وزيزو. يعني غريبه جدا. خلينا اقول لحضرتك وامام طبعا، خلينا اقول لكم ارقام مروان عطيه. يا خبر ابيض، في مروان عطيه كلنا ارقام مروان عطيه. مروان عطيه عمل كام تمريره غلط في الماتش طوال الماتش كله؟ تمريره واحده بس غلط. والله 61. قول مروان عطيه يا جماعه 61 تمريره صحيحه من 62 تمريره، سبع تمريرات طوليه صح من 8. والله بص 4 من 9 بس، انا بس 4 تاكلينج و2 تدخل دفاعي بس. ثانيه واحده، هو مروان عطيه ده مش احنا كنا من اول البطوله بنقول ان لازم يبدا بحمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور؟ ليه العند؟ ليه بلاعب ناس؟ ليه العند ايه؟ ده طلع الدنيا بره التشكيل خالص. مش حاطه على الدكه. وهو لا ده كان النني هينزل. ده النني كان هينزل. كان هينزل. لا كان حاطه على الدكه؟ انا كنت شايفه وهو بيتكلم معاه معرفش. موجود على الدكه، موجود في الدكه. موجود على الدكه. لا دلوقتي اختياراته من الاول اصلا. انت النهارده كمان اختياراتك، تعالى بقى عشان نبدا نحاسبك انت في اختياراتك النهارده. معلش مع احترامي احمد حسن كوكا برده كتغييره انت جربته، مش اللي هو التغيير. كهربا كنت ما بتلعبوش خالص، فجاه رحت منزله وفجاه حاطط ياسر ابراهيم على وفجاه ياسر ابراهيم على الدكه. مش حاطط سيستم يا كابتن، مش حاطط ياسر، مفيش سيستم معين. فجاه محمد حمدي، فجاه احمد فتوح ما يقديش ينزل محمد حمدي. مفيش قوام ثابت للفرقه، وهو ده اللي مخلي اللي حضرتك تفضلت وقلته في الاول ان منتخب مصر عنده مشكله دفاعيه. لا احنا عندنا مشكله. انا بشوف 6 جوان في 3 ماتشات. هذه النسخه هي النسخه الأسوأ دفاعيا في التاريخ. عدت سنه 90 كنا احنا أسوأ نسخه دفاعيه. احنا اتغلبنا، خلي بالك احنا سنه 90 رحنا بالمنتخب الفريق الثاني. كان هاني مصطفى، كان الكابتن هاني مصطفى هو مدير الفني لما كابتن الجوهري لغى الدوري ويقرر ان المنتخب الاول يلعب ماتشات وديه. انت رايح بواحده من افضل النسخ ومن اقوى النسخ لمنتخب مصر الحقيقه. يعني معاك سكواد قوي جدا، معاك امكانيات لعيبه كويسه جدا، حتى لو صلاح مش موجود انت عندك بديل، عندك بودلة ممتازين واثنين وتلاتة. واختياراتك اللي انت ما اخترتهاش، طب ما انت حسين الشحات لو كان معاك في الدكه النهارده كنت هتقدر. زيزو وحش، خلينا نتكلم في الموجود يعني. حسين بس اختياراته، ما هو انا بتكلم على روي فيتوريا تحديدا، هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. روي فيتوريا ان يدخل فيك ست، ما فيش فريق هياخد بطوله يدخل فيه 6 جوان في 3 ماتشات. لا ما ينفعش، مستحيل فريق ياخد بطل يدخل فيه 6 جوان. لازم وقفه، لازم هنا وقفه. انت عارف ان هي دي المشكله يا احمد بالنسبه لي. انه احنا يا جماعه بنتكلم في حاجة تانية خالص. ان احنا بنتكلم صعدنا وكل حاجة، ولكن هل انت هتبقى قاعد مطمن وانت كسبان 1-0 او 2-0 حتى؟ لا طبعا. في المباريات القادمة اللي هي المفروض اللي هي هنعرف دلوقتي مباريات اصعب كتير من اللي احنا لعبناها. لا ده احنا محظوظين، ده طريقنا سهل. طريقنا سهل. احنا الحظ عمال ماشي معانا. كريم معلش قبل ما نتكلم انا برضو لانه دي حاجات